مهندس عاطف من الشرقية، اتفضل. اهلا استاذ سامح، كل عام وانت طيب يا حبيبي، وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. والمجموعة اللي معاك كلهم بخير وسعادة. وحضرتك بالصحة والسلامة. احنا في حاجة في محافظة الشرقية او مركز فوز ما فيهاش بقالها 20 يوم او شهر ما فيهاش تقاوي رز. طبعا هي منطقة بتزرع الارز يعني، ما فيش تقاوي من الادارة المركزية او من الشركات، يجد كمية بسيطة وانا عذرهم لانهم ما خدوش تقاوي. طبعا غلو القمح في الرز ايام المحصول مش لمه تقاوي، لكن مشكلة دلوقتي. على فكرة يا حاج عاطف، انت كلمتني السنة اللي فاتت عن الموضوع ده وقلت لي ده هيأثر علينا السنة الجاية، احنا مش هنلاقي التقاوي. انا فاكر كويس. اثر يا ريس اثر، لولا ان احنا كفلاحين شطار شوية بنقعد ننقي من التقاوي، من واحد عنده تقاوي كويس وشايفه محصول، لكن احنا عندنا الغريبه دي ماليه في الدنيا. الغريبه دي نوع من الرز لكن بيضعف الرز وما بنستفدش منه ومش عارفين لها حل، وطلبنا من مراكز البحوث ان يشوفوا لنا حل في الغريبه اللي بتزيد سنه عن سنه. دلوقتي نسبتها 10، قربت ل 10%. ايوه ده بيضيع فاقد. دي اولا، مش الرز بس، والذره، الذره برضو مش موجوده. بص يا حاج عاطف، انا دايما بقول ختامه مسك، وحضرتك دايما بتتصل في اخر الحلقه، للاسف وقت خلص. كل سنه وانت طيب. احنا حاجه ثانيه يا استاذ، اتفضل. انت الثروه الحيوانيه عاوزين تعمل لنا حلقه عن الماعز البور، بس ارجوك. لا ارجوني ليه، ده حقك. حاضر، ارجوك البور وتشوف لي. وعلى فكره ده موجود دلوقتي، انت بتقدم الطلب في قطاع الثروه الحيوانيه عشان يجي لك. لا انت تعمل لنا حلقه. ايوه انا يعني درستها شويه، لكن عاوز حلقه انك تروح لي المزرعه تشوف لي ايه نظامها ايه. لان الماعز الواحده من دي بتجيب انتاج جاموسه متوسطه 4 كيلو. باشمهندس عاطف، كل سنه وحضرتك طيب وبخير، وكل طيب سنه يا حبيبي. وكل مشاهدينا بخير، وكل فلاحي مصر كل عام وحضرتك طيبين. شكرا لكم والى اللقاء.